هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الكرام، أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل لماذا؟ ليبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى. أرسلت الرسل لكي يتبعهم الناس فيعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فكيف نتبع الرسل؟ وما معنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتباع الرسول بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل السنن التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وترك المنكرات وترك المحرمات وترك المبتدعات التي لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد حرص الصحابة الكرام على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق السنة التي سمعوها منه عليه الصلاة والسلام. فها هي أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة: والله ما تركتها منذ ذلك اليوم. ويقول عنبسة راوي الحديث عن أم حبيبة يقول: والله ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة رضي الله عنها. ويقول عمرو بن أوس الذي روى الحديث عن عنبسة: والله ما تركتها منذ سمعتها منه رضي الله عنهم أجمعين. وفي الحديث المشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم هو وفاطمة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم على خير لهما من خادم: أن يكبر 34، وأن يسبح 33، وأن يحمد 33، ذلك خير لهما من خادم، وذلك إذا آوى إلى فراشهما. قال علي رضي الله عنه: والله ما تركتها أبدا أبدا. قيل له: يا علي، ولا يوم صفين؟ ولا يوم صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. يا الله، إنها السنة النبوية الشريفة، إنه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، قال العلماء: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا وأفلح، ومن تركها غرق وخسر خسرانا مبينا. الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نتبعه في عباداتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، في أمورنا الدنيوية والأخروية، لأنه خير من أتى إلينا ليدلنا على الطريق المستقيم الذي يوصلنا جميعا إلى جنات ونهر. أيها الأحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاتباع، وقبل ذلك الله أمرنا في القرآن الكريم في أكثر من 30 موضعا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا في الصلاة فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يقول: أيها الناس، أيها الناس، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فعباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقياتنا وأمورنا الحياتية والأخروية لا بد أن تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، إن أردنا العيش بحلاوة وطراوة وهناء وسعادة فعلينا
أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهم: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا بخبره صلى الله عليه وسلم، وما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فيا من يريد النجاة عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يا من يريد الفلاح عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. ألقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الحب يا الله في داخلي يسري، يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر.